يبقى كده الريفيربل ريسيستنس تاني اهو، المقاومه المتغيره دي بقدر اغير قيمتها حسب اللي انا عايزه. لكن الفيكسد او الكونستانت عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن حاجه واحده بس، هي عباره عن قيمه واحده ما بتتغيرش، ودي لما اكون عايز احط مقاومه ثابته في اي دائره كهربائيه. ايه الفكره بتاعت الفيربل ريسيستنس؟ خلي بالك الفكره ايه؟ طب خلينا نعمل بوز دي الفيربل ريسيستنس او المقاومه المتغيره. ايه الفكره بتاعتها يا جماعه؟ الفكره بتاعتها ان انا بغير قيمه السلك اللي عندي. هو هنا ايه مش جايب ولا ايه؟ لا ده مش جايب هنا خالص. ايوه لا 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 اهي. شوف عباره عن ايه ريسيستنس؟ عباره زي ما انت شايف كده في ايه؟ في جزء خزفي اللي هو ده اللي ملفوف عليه هذا الواير، عباره عن جزء خزفي ملفوف عليه هذا الواير زي ما انت شايف كده، هو كويل اوف واير، ودي بتبقى نوع من انواع الواير اللي عنده ريسيستنس عاليه، مقاومه عاليه. وبعدين في ادي عندي بار حديد بتبقى كبر، هذا الكبر عليه حاجه اسمها سلايدر، اللي هو سلايدر كونتاكت، اللي هو زالق بيبقى متوصل مع هذا الواير. وعندي بوينت اوف تيرمينالز، يعني بوينت اوف كونكشن، واحده اهي ايه والتانيه اهي بي، وعندي بعد كده نقطه اسمها سي. طب ليه ايه وبي وسي؟ هقول لك دلوقتي ليه الكلام ده كله. طيب تعال نشوف مع بعض كده من ريكورد. عباره عن ايه؟ جزء عباره عن خزفي، شايفين يا جماعه الجزء ده عباره عن خزف او سيراميك. هو عندك هنا قايل لك ايه؟ قال لك عباره عن سلك كويلد اراوند سلندرز اوف بورسلين، يعني هي من نوع البورسلين او الخزف اللي هي ماده ريسيستنس، مقاومه او لا توصل التيار الكهربي. ملفوف حواليها السلك ده كله هو عباره عن سلك ذو مقاومه عاليه، ملفوف عندي بالشكل ده. الفكره كلها ايه؟ ركزوا معايا، الفكره عباره عن ايه؟ كل يا سير كل ما وصل او ازود طول السلك المدمج في الدائره بتزيد قيمه المقاومه، فلما المقاومه بتزيد الكرنت انتنستي بتقل. شوف الراجل عمل ايه هنا، ده السلك يدخل منه الكهرباء اهو، المفروض هيمشي كده كده في اللفات دي كلها لحد الناحيه دي. البوينت دي معناها ان دخلت كل السلك ده في الدايره، الكهرباء تمر هنا وتمشي تمشي 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 لحد ما تيجي هنا. طبعا لما جيت هنا يبقى دخلت كل السلك ده في الدائره الكهربائيه، يبقى زودت قيمه الريسيستنس حسب السلك. تعال نشوف كده، بص بص ملاحظين الراجل لما كل ما يحرك السلك، يعني هنا مثلا عمل ايه؟ دخل كل ده في الدائره الكهربائيه، وبالتالي المقاومه زادت فالتيار قل. تعال نشوف حته ثانيه كده، شوفوا هنا على الناحيه دي هنا، يبقى دخلت الحته دي بس، معنى كده الجزء ده هو اللي داخل في الدائره، فالمقاومه بتاعتي حسب السلك. هو عامل ايه بقى هنا؟ تعال بقى نشوف كده عامل ايه؟ كل شوية اهو كل ما يحرك تبدأ المقاومة تزيد والتيار يقل اهو. تاني 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 تاني، بص 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 ملاحظين كل ما بيقرب كده طول السلك بيقل، ولما طول السلك بيقل المقاومة بتقل فالتيار يزيد، يبقى هنا الريسيستنس ديكريز والالكتريك كارنت بتزيد اهو. تاني تاني اوب 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 لحد بقى هنا كان اقل طول سلك، معنى كده اقل مقاومه وبالتالي اعلى شد التيار، اللمبه قادت بقوه اهو اهو. يبقى كل مره بغير في قيمه ايه يا جماعه؟ ذا لينث اوف ذا واير ذات كونكت اوف ذا الكتريك كارنت، عباره عن اهو جزء من البرسولين معزول ملفوف عليه سلك عنده هاي ريسيستنس. وطبعا لما اجي بقى ايه، تعالى بقى نرجع لموضوعنا بقى في الكتاب اهو، عباره عن ايه هنا اهو، لو انا كبرت شويه كده. طبعا هو عندك يعني الرسمه مختلفه شويه، اعتقد هي الجزء اللي في الوسط ده يا جماعه جزء من البرسلين، ودي ماده عازله
برسولين سلندر ملفوف عليها السلك ده كله لفات كتيرة جدا 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 من ميتاليك واير كويل، وبيكون عنده هاي ريسيستنس، مقاومة عالية. وبعد كده عندي زالق اللي هو الحتة بتاعت الكبر دي، وعليها حاجة اسمها سلايدر. سلايدر يعني زالق، وده عبارة عن كبر بار. تعال نشوف ايه الفكرة ازاي. زي ما شفناها من شوية في الفيديو ان الكهرباء بدخل الالكتريك كارنت من هنا، المفروض بيخرج يلف 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 يلمس هذا الزالق يطلع التيار الكهربي من البوينت بي، يبقى دخل هنا لف في هذا الواير وخرج لي من البي. معنى كده يا سين ان الالكتريك كارنت هنا متوقفه على طول السلك ده. طب انا عايز شد التيار اقوى، يعني عايز مقاومه اقل، امسك السلايدر ده واحطه هنا. لما احطه قدام هنا يبقى الجزء من السلك المدمج في الدائره بيكون صغير، فبالتالي المقاومه بتكون اقل ويزداد شده التيار. طب عايز مقاومه كبيره، كل لما احرك هذا السلايدر زي ما شفنا في الفيديو، كل لما احرك السلايدر ده شويه بشويه بشويه يبقى طول السلك المدمج في الدائره بيزيد، وبتزيد معاه المقاومه ويزيد معاه وتقل معاه الالكتريك كارنت انتنستي، تقل معاه شده التيار الكهرباء. يبقى كل الفكره اللي عندي ان انا بزود او بقلل من طول السلك المدمج في الدائره، وعليه بزود او اقلل الريسيستنس، وعليه بقدر اتحكم في البوتنشال ديفرنس او الالكتريك كارنت انتنستي. نشوف بقى عباره عن ايه. ميتاليك واير زي اتفضل يا دكتور. هو حاطط حاجه مقاومه للكهرباء، هو مقاومه للكهرباء يعني ما بتوصلش الكهرباء لا خالص صح؟ لا 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 لا، مقاومه الكهرباء يعني بتزود من ريسيستنس، يعني بتعوق الكهرباء. كلمه مقاومه مش بتوصلش، لا ده لو كانت باد كوندكتور، لكن دي بتوصل سلك عادي، بس السلك عندي الريسيستنس بتاعته عاليه، وبالتالي اعاقته للتيار بتكون اكتر، وعليه التيار اللي خارج من هذه الدائرة بيكون أقل. فهنا أنا كده بتحكم، عارف زي إيه يا مارك؟ لما تيجي تبص كده على المروحة، المروحة اللي شغالة في البيت عندنا في الزرار اللي هو السويتش على واحد أو اتنين أو تلاتة، كل ما غير في الزرار، كل ما غير في قيمة الزرار أغير قيمة المقاومة، وبالتالي تتغير معاه إيه؟ تتغير معاه المقاومه اللي عندك، والتيار يقل او يزيد يقوم يحرك المروحه فوق بنسب مختلفه. تمام، الفكره كلها هنا كلمه مقاومه يعني يبقى مقاومته عاليه، لكن مش معناه ما بيوصلش. يبقى عباره عن سلندر برسلين وتو متوصله بيها ايه، تو ترمينال اوف واير فيكسد باي تو بوينت اللي هي ايه اند سي، ادي الايه وادي السي، دول مربوطين كده. وعندي كبر بار اللي هو اللي فوق ده بيتحرك عليه هذا السلايدر، هذا الزالق يروح كده ويجي كده لانه موجود جوه هذا البار. اسين كبر شيت عباره عن الشيت كبر الصغير ده ذات هاز سلايدر، ادي السلايدر كونكتد تو ذا موفينج along ذا واير لينس اند ذير از نيل بي. هقول لك بقى ايه الاي والبي والسي، ليه؟ ليه التلات نقاط دول؟ هقول لك دلوقتي حالا. كونكتد تو ذا كبر فيكسد كبر شيت تو فيكس ذا واير ويز ويتش ذا كرنت اوت. بص ازاي يا جماعه؟ انا بدخل التيار الكهرباء من هنا وبستقبله من النقطه دي، يبقى بيمر في السلك ده يمر ويقوم طالع من هنا ماشي في الكبر واير يخرج لي من هنا. يبقى انا كده مسار التيار الكهربي كده ويطلع كده، يبقى دخلت كل السلك ده في الدايره. طب لو جبت السلايدر ده الناحيه دي هيمشي كده 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 ويطلع من السلايدر يمر برضو كده. يبقى حسب طول السلك اللي كونكتد مع الالكتريك سيركيوت بتحكم في قيمة الريسيستنس، وعليه بتحكم في قيمة التيار الكهربي اللي عندي. مركزين معايا؟ طيب نكمل. ايه الامبورتنس؟ الامبورتنس ساعتها بقدر كنترول، اتحكم في الريسيستنس، وعليه اتحكم في الالكتريك كارنت انتنستي،
شده التيار الكهربي فلوينج ثرو ذا سيركيوت اند البوتنشال ديفرنس. يبقى انا بتحكم في حاجتين، في الالكتريك كارنت انتنستي شده التيار الكهربي، وكمان بتحكم في البوتنشال ديفرنس اللي عندي في الدايره، وعليه اقدر اتحكم في الدايره كلها. طب ايه الساينتفك ايديا او بيزك اللي مرتبط بيها؟ زي ما قلت لك من شويه، كل الفكره ان بتحكم في طول الواير، اللينس بتاع الواير اللي كونكتد مع السيركيوت. وطبعا ما دام بتحكم في طول الواير يبقى بتحكم في الريسيستنس، وعليه بتحكم في البوتنشال ديفرنس والكتريك كارنت انتنستي. The resistance increase by increasing the length of the connecting wire أو conductor wire. The resistance decrease by decreasing length. علشان كده لما تلاحظوا هنا ايه؟ لما بعمل انا الريسيستنس بالشكل ده سلك كده زجزاج كده اهو كده كده كده، وعليه هذا السهم هذا ده ده يعتبر سلايدر. لما بحط سلايدر هنا غير هنا، كل مره بغير في طول السلك اللي كونكتد مع السيركيوت، وبالتالي بغير في قيمه الريسيستنس اللي عندي. هي الفكره كده. طب تعالى بقى، انت ليه عامل نقطه A وB وC؟ قال لي بص يا سيدي، انا ممكن استخدم هذه الريسيستنس كانها فيكسد، كانها مقاومه ثابته زي النوع الاول اللي اخدناه. ازاي؟ اقول لك ازاي. انا هلغي الاوت بي ده وهدخل السلك من هنا يخرج من هنا، يبقى خلاص السلايدر ده ما عادش ليه اي قيمه، هيمر الالكتريك كارنت في كل هذا الواير ويخرج من هنا، بقت عباره عن مقاومه واحده فقط حسب قيمه السلك ده. يبقى السلايدر ده لو انا خرجت الالكتريك كارنت من بوينت بي، يبقى لازم هيمر خلال الواير ويخش في السلايدر يخرج من هنا. لو انا كونكتد مع الاي والسي، يبقى السلايدر ده ما عادش له اي لازمه، يبقى مش هيتغير لي في اي حاجه خالص، وهيبقى دي عباره عن كونستانت، يعني قيمه ثابته او مقاومه ثابته. كل يعني اللي عايزك اتفضل. يعني السلايدر ده بيتحكم في شدة المقاومة، صح؟ في قيمة المقاومة، في مقدار المقاومة. كل ما دخل سلك اكتر معناها المقاومة اكتر، معناها ان لما المقاومة بتزيد بتقل معاها شدة التيار والبوتنشال ديفرنس. بصوا يا جماعة باختصار، كل اللي انا عايزه منك من الريسيستنس او الريستات اللي هو فاريبل ريسيستنس او الريستات اللي هو سلايدر ريستات، كل اللي عايزك تعرفه مكوناته سهله. الحاجه الثانيه اللي عايزك تعرفها هي الفكره بتاعته، مهمه جدا، ان انا كنترول ذا الكتريك كارنت انتنستي والبوتنشال ديفرنس بان انا بغير تشينج ذا لينث اوف ذا واير that connect of the electric circuit. كل مرة بغير في طول السلك المتصل بالدائرة، فلما غير طول السلك هنا معناها بغير قيمة الريسيستنس واقدر اتحكم فيها زي ما انا عايز. يبقى الـ idea of operation it controls the value of resistance by controlling the length of the wire that enters the electric circuit as the following. By slider fix اللي هو الفليكسيبل اللي هو اللي بيتحرك بقى على الشيت. The length of the wire will change, then the value of resistance will change. So electric intensity will change also. يبقى لما بحرك هذا الزلك على الواير بيتغير طول السلك ويتغير قيمة المقاومة، وبالتالي أقدر أغير برضه قيمة الالكتريك انتنستي والبوتنشال ديفرنس بتاعت الدايرة. ماشي يا جماعة كده؟ زي ما بقول لك اهو، خلي بالك من المثال ده. If the we increase the length of the wire، لو زودت طول السلك معناها زودت الكرنت انتنستي اللي هو الريسيستنس، اند ذا كرنت انتنستي ديكريز، يبقى طول طول السلك الالكتريك ريسيستنس هتزيد، وبالتالي هيقل عندي الالكتريك كرنت انتنستي، لان الريسيستنس زي ما قلنا قبل كده هي عباره عن حاجه بتعوق التيار وهو ماشي. ما دام بتعوق هذا التيار يبقى لازم ان انا اعرف انها عكسيه مع شده التيار. كل ما الريسيستنس بتزيد الكرنت انتنستي بتقل، لانها عكسيه مع شده ايه؟ التيار.
ومن هنا نقول بقى ايه ذا فيربال ريسيستنس لادر الاستات عباره عن ايه. الاول احنا مع بعض هنا اهوت ماشيين مع بعض كده مظبوط يا جماعه تمام. It is a resistance that can't change its value. عكس مين؟ عكس ال fixed resistance، المقاومة الثابتة اللي هي يا جماعة زي ما انت شايف في الرسمة هنا، في المقاومة الثابتة دي الفيكسد اهي، دي مقاومة ثابتة، قيمة واحدة بس من المقاومة لها رقم. وهتلاحظ بقى لو انت رحت الراجل الكهربائي ده هتلاقي لك ايه، كل مقاومة عليها رقم، والرقم ده قيمة المقاومة دي، علشان لو في مقاومة اتحرقت وعايز احط حاجة مكانها ادور على نفس المقاومة بنفس الرقم يديلي عمل جيد للجهاز اللي عندي. هو ده اللي انا بتكلم فيه. يبقى تقدر السيستم اذا كان تشينج اتس فاليو ان اوردر تو ادجاست، شوف ادجاست التحكم ذا فاليو اوف كرنت انتنستي، بغير قيمه الريسيستنس عشان اتحكم في الكرنت انتنستي اند ذا بوتنشال ديفرنس، وكمان البوتنشال ديفرنس ان ذا ديفرنت بارتس اوف سيركيوت. هي الفكره كلها ان انا عايز اتحكم في الانتنستي واتحكم في البوتنشال ديفرنس، ان بغير قيمه الريسيستنس بغير قيمه المقاومه. دي كومبارشن ما بين بقى التلات اجهزه اللي احنا قلنا عليهم يا جماعه، اللي هو مين؟ عندك اول حاجه البوتنشال ديفرنس، طبعا الجهاز اسمه فولتاميتر واليوت اسمها فولت، الالكتريك كارنت انتنستي الجهاز اسمه اميتر واليونت بتاعتها امبير، الالكتريك ريسيستنس بقى اسمه اوميتر واليونت بتاعتها اسمها الاوم. ودي اشكال الريسيستنس، الالكتريك سورس المصدر ممكن يكون على شكل سيل خليه او باتري، زي ما قلنا يا جماعه الباتري اكتر من عمود بسيط، يعني سيل ده اللي هو عمود بسيط زي حجاره، لكن حجارتين او اكتر بقت اسمها باتري. الريسيستنس نوعين، فيكسد ريسيستنس قيمه ثابته وهي موحده القيمه او المقدار، والثانيه اسمها فاريبل ريسيستنس او السلايدر روستات. ثم الكي السويتش عندي ده كلوزد مقفول، وطبعا ده واضح ان ده اوبن دايره مفتوحه، ودي اللامب اللي احنا قلناها في اول خالص زي ما قلنا. طيب يبقى كده يا جماعه عملنا ايه؟ عرفنا الريسيستنس، عرفنا انواع الريسيستنس، عرفنا الفكره بتاعت السلايدر روستات او الفاريبل ريسيستنس، وعرفت ان انا بستخدمها ليه؟ دي فريزون، ليه بستخدم الفاريبل ريسيستنس؟ عشان اتحكم كنترول ذا الكتريك كرنت انتنستي اند ذا بوتنشال ديفرنس. نشوف كده مع بعض الجي فريزون دي. فريزون روستات از يوزد ان ذا سم اوف الكتريك كرنت سيركت. ليه بستخدم الروستات في الكتريك سيركت؟ زي ما قلت لك الهدف منها حاجه واحده، كنترول ذا الكتريك كرنت انتنستي وكمان البوتنشال ديفرنس بتوين اتس اندس. يبقى الهدف من هذه الروستات هو ان بتحكم في شده التيار وكمان في البوتنشال ديفرنس. طب هو حضرتك انا هو ماشي بتتحكم في شده التيار عرفنا ازاي، بس هو ازاي بتتحكم في البوتنشال ديفرنس؟ ما هو البوتنشال ديفرنس دايركت مع الكرنت انتنستي، وده اللي هنقوله دلوقتي. هقول دلوقتي مع الراجل اسمه اوم لو، هنقول دلوقتي ازاي الراجل ده اثبت ان الالكتريك كرنت انتنستي والبوتنشال ديفرنس الاثنين مع بعض دايركت. هقول لك ازاي دلوقتي، يعني هنا التحكم في البوتنشال. ما هو بص 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 يا مارك، طب انا عايز اقول لك حاجه بقى عشان ايه نفهمه اكتر. البوتنشال ديفرنس ده فاكر البوتنشال ديفرنس؟ لما قلنا البوتنشال ديفرنس ما بين تو كوندكتور، ادي كوندكتور A والكوندكتور B، لما يكون واحد الالكتريك تشارج بتاعته اكتر من الثاني تبدا الشحنات الكهربائيه تتحرك من الاعلى الى الاقل، مش اتفقنا على كده؟ تمام. طب لو كان الفرق بينهم كبير ايه اللي يحصل؟ كمية الشحنات المتدفقة تكون أقوى وأشد، صح كده؟ ها؟ آه. تمام. طب لما الشحنات دي تتدفق، طب ما هي دي الإلكتريك كارنت انتنستي. ها؟
مش احنا قلنا الالكتريك كارنت انتريسي عباره عن ايه؟ عباره عن الاماونت اوف الكتريك كارنت بس ثرو كوندكتور. طب ما انت لما يكون في فرق في الجهد كبير، الشحنات اللي بتتحرك من الهاي الى اللو بتزداد، ومعنى انها بتساوي تتحرك بشده، يعني فلو ثرو كوندكتور هو ده الكارنت انتنستي. ولا ايه رايك يا عم مارك؟ طبعا. تمام. يبقى هنا العلاقه ما بين البوتنشال ديفرنس والالكتريك كارنت انتنستي علاقه واضحه جدا، وطبعا دي دايركت. كل ما يكون البوتنشال ديفرنس كبير معناه الالكتريك كارنت انتنستي بيكون اشد. تمام يا مارك؟ تمام. طيب نكمل بقى. جه واحد اسمه اوم، ده واحد مشهور جدا، عالم في الفيزيكس وفي الالكتريسيتي بالذات، مشهور جدا، اسمه اوم. الراجل ده قال يا جماعه انا عايز اجيب العلاقه ما بين مين؟ ما بين البوتنشال ديفرنس والالكتريك كرنت انتنستي. هم قالوا يا عم اوم ما شاء الله نجيبها كده. قام عامل دايره، ومهمه قوي يا جماعه، دي اسمها دائره اوم. هيجي لك اسئله يقول لك ايه؟ يجيب لك دايره زي دي يقول لك ايه الدايره دي ناقص ايه عشان تبقى دايره اوم. ممكن ما يجيبلكش الفكر فيكسد ريزيستنس، ممكن ما يجيبلكش اميتر، ممكن ما يجيبلكش فولت، يعني المهم او ممكن الريستات ما يجيبهاش، هيديك دايره ناقص حاجه يقول لك كملها لي عشان تبقى مطابقه لاوم لو، او تحقق قانون اوم، اوم لو. فالدايره دي لازم يكون فيها ايه يا جماعه؟ لازم اكون عارف ايه الموجود او ايه الكومبوننت بتاعت الدايره دي. اول حاجه لازم يكون فيها باتري، وبعد كده في سويتش، في اميتر عشان يحسب لي الكرنت انتنستي، في فولتاميتر عشان يحسب لي البوتنشال ديفرنس، في ريستات او ريسيستنس اللي هي فاريبل ريسيستنس علشان اقدر اعرف لما اغير هذه الريسيستنس ايه اللي هيحصل. تمام. يبقى دي كلها يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مكونات الدائره الكهربائيه اللي عندي، يبقى او دائره اوم. يبقى انا يا جماعه علشان احقق قانون اوم، الراجل ده زي ما قلت لك عمل ايه؟ عمل دائره كهربائيه زي ما انت شايف كده، وهذه الدائره الكهربيه فيها ايه؟ تعال نشوف فيها ايه. زي ما قلنا فيها باتري، فيها اميتر عشان يحسب لي الكرنت انتنستي، فيها فولتميتر عشان يحسب لي بوتنشال ديفرنس، فيها فيكسد ريستات او فيكسد ريزيستنس اللي هي عباره عن مقاومه ثابته. وكل ده يا جماعه الهدف منه ايه؟ ان عايز يشوف العلاقه ما بين البوتنشال ديفرنس والالكتريك كرنت انتنستي. عمل ايه بقى الراجل؟ عامل الدايره ديت، وطبعا خلي بالك من قيمه الريوستات دي، بدا يحرك الريوستات هنا 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 هنا، كل مره يحرك يقرا مين؟ قيمه الريسيست، قيمه البوتنشال ديفرنس والالكتريك كرنت انتنس اهو. كونكت ده، وبعدين كون في فيجر ايه، ثم كونسيدر تو ذا باتري. الريوستات هيبدا بقى يحسب ايه؟ التغير في اللي هيحصل في قراءه الاميتر والفولتاميتر، وعمل جدول. كل مره بيغير قيمه الريسيستنس بيشوف الاميتر ارى كام؟ انتوا عندكم مثلا زيرو، عندك 0.2 عاد 0.1 0.2، بس كل مره قيمه الاميتر اللي هي الكرنت انتنستي بيتغير معاها قراءه الفولتاميتر هي البوتنشال ديفرنس. شوف بقى كانت كام؟ 0.1 الفولتاميتر ار 1، 0.2 ار 2، 0.3 ار 3. ولما ابص الاقي ده بيزيد ده بيزيد ده بيزيد ده بيزيد، ولما اجيب الريشيو بينهم اللي هي الفي اوفر اي، في كل مره الاقيها مقدار ثابت اللي هي مين؟ قيمه الريسيستنس اللي عندك دي. يا ابن الذين، ده انت عملت شغل جامد قوي. خلي بالك، بدا كل مره يغير في قيمه الريسيستنس، وكل ما يغير فيها قراءه الاميتر والفولتاميتر تتغير، والريشيو بينهم دايما مقدار ثابت اللي هي قيمه الريسيستنس اللي انا عايز اجيب مقدارها. يبقى لو انا عندي ريسيستنس مش عارف اجيب مقدارها، اجيبها ازاي؟ باستخدام اوم لو. احط الدايره بتاعت اوم ديت، وابدا اغير كل شويه، اشوف قراءه الفولتاميتر، اشوف قراءه الاميتر، الريش بينهم،
في اوفر اي هي دي الريسيستنس. تمام يا جماعه ازاي؟ الراجل طلع من هنا بايه؟ ان الريشيو ما بين البوتنشال ديفرنس والكرنت انتنسيتي كونستانت. يعني معناها ان الفي البوتنشال ديفرنس او الفولت دايركت بريبيشن مع الاي الانتنسيتي. طبعا انت عندكم في الماس اقدر اشيل كلمه دايركت ريسيست دايركت وحط مكانها كونستانت. يبقى الفي ايكوال كونستانت باي الاي. الكونستانت دي المقدار الثابت بتاع الريسيستنس اللي عندي. فاصبح قال لك معناها الفي ايكوال الار الكونستانت ده هيبقى الار الريسيستنس اللي عندي باي الاي. واقدر اجيب كبت الريسيستنس ازاي؟ لما اقسم ديفايد الفي اوفر الاي الفولت او البوتنشال ديفرنس ديفايدد على الالكتريك كارنت انتنس. هذه العلاقه هي تسمى قانون اوم، اوم لو. الراجل بعد ما طلع العلاقه دي قال تعالى بقى لما اقول لك ايه القانون اللي انا استنتجته. الاول استنتج الكرنت انتنس باي ثرو كوندكتور او فيكسد يعني كونستانت او فيكسد ريسيستنس دايركت بروبيشنال مع البوتنشال ديفرنس. ودي اللي قلت لك من شويه قلت لي ايه علاقه الالكتريك كرنت انتنستي بالبوتنشال ديفرنس. قلت لك لا في علاقه والراجل هيطلع ان العلاقه ديت يا جماعه زي ما انت شفت كده دايركت بروبيشنال. تمام؟